معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من باريس دكتور اسماعيل خلف الله الحقوقي والباحث في القانون الدولي، مرحبا بك. اذا منظمه هيومن رايتس واتش نقلت الشهادات المرعبه بشان تعذيب معتقلين وموتهم، ماذا يمثل هذا الفعل في القانون الدولي الانساني؟ تحيه لكم وللمشاهدين الكرام. وحياك. لا شك، يعني بدون ادنى شك، ان الوقائع والشهادات التي ذكرها تقرير هيومان رايتس ووتش هي وقائع وصور مرعبة رهيبة على حالات التعذيب التي تمارس في داخل السجون العراقية وداخل المحتجزات. فهذا التعذيب كما هو معلوم حرمته معظم التشريعات الدولية، سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، سواء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، سواء اتفاقيات جنيف الأربعة، سواء ما كل هذا، يعني القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي الجنائي. فكل هذه التشريعات اتفقت على تحريم وتجريم هذا الفعل، وهو يعتبر محرما ويعتبر من الجرائم الدولية. فإذا كل التعذيب مهما كانت ذريعته ومهما كانت حجته ومهما كانت مبرراته فهو مرفوض وهو مجرم وهو معاقب عليه. طيب، في القانون الدولي الجنائي. ولكن دكتور اسماعيل، هل تسقط هذه الجرائم بالتقادم في القوانين الدولية؟ بطبيعة الحال، أن المادة 7 من نظام روما الأساسي صنفت التعذيب كجريمة ضد الإنسانية، كذلك صنفته المادة 8 من نظام روما الأساسي كجريمة حرب. وهذه الجرائم هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية حسب نص المادة 5 من نظام روما الأساسي. والجرائم التي يعني هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لا تتقادم ولا تسقط بالتقادم. بالتالي هي هذه الجرائم هي من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية ولا تسقط بالتقادم. و يعني إجراءات، للأسف الشديد، أن الإجراءات متابعة مرتكبي هذا الجرم هي معقدة وتتطلب الوقت الكثير. وكما هو معلوم، أن الحالة اليوم في العراق القضاء مسيس، يعني هذا الانفلات القضائي والأمني وهذا التسيب كله يجعل من أن مرتكبي هذا الجرم يعني ينفلتون من العقاب. ولكن أن أكرر على أن أؤكد على أن هذه جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، هي جريمة لا تسقط بالتقادم. نعم. ولكن هل هناك طريقة قانونية، يعني كيف يمكن ملاحقة الفاعلين في تلك الجرائم كما ذكرتم عن انعدام العدالة في قطاع القضاء داخل العراق؟ للأسف الشديد، يعني فعلا أن اليوم القضاء في العراق هو قضاء مسيس، هو قضاء يتناغم مع السلطات الأمنية والسلطات الحكومية، بل يخضع ويخنع وهو تحت سلطة السلطات الأمنية والمخابرات. وبالتالي فلا أساس يعني لا نستطيع أن نقول أن القضاء العراقي مؤهل حاليا لمتابعة مرتكبي هذا الجرم. وبالتالي يعني هنا الأهلية القضائية والقانونية للقضاء العراقي للمتابعة أو ملاحقة هذه الجرائم غير متوفرة. وبالتالي فعلى القضاء، يعني تبقى القضاء الدولي الجنائي الدولي ملاحقتهم عبر محكمة الجنايات الدولية هي الحل الوحيد والأوحد في ظل هذا يعني هذا الصورة، يعني أو العدام المنظومة القضائية العراقية داخل العراق. ونحن نعلم أن الأحكام
الأحكام التي يصدرها هذا القضاء أحكام مسيسة، بعيدة كل البعد عن المواصفات القضائية. هناك أحكام بالإعدام، يعني أحكام تعسفية. نعم، بالتالي فلا أستطيع أن أقول أن القضاء العراقي ليست له الأهلية القانونية للفصل في هذه القضايا. أشكرك عبر سكايب من باريس حقوقي والبحث في القانون الدولي الدكتور إسماعيل خلف الله.